السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، ومجددا مرتزقة البوليزاريو وكما العادة وبعد فشلهم المتكرر في التسويق لحربهم الخزعبلاتية والفيسبوكية والبيانات اليومية، البيانات ديال غراندايزر، يلجؤون مجددا إلى الكذب، إلى التسويق للإشاعات، إلى تغليط مناصريهم، إلى تغليط ساكنة مخيمات تندوف. فأشنو وقع اليوم؟ القوات المسلحة الملكية المغربية وفي مهمة روتينية بتنسيق مع بعثة المينورسو قامت بإتلاف مجموعة من الألغام اللي انتهى العمر الافتراضي ديالها، ومن المعروف عالميا في جميع الجيوش على أن الألغام فاش كيسالي العمر الافتراضي ديالها لازم ومن الواجب يقوموا بالتفجير ديالها في يعني في واحد المنطقة اللي كتكون بعيدة نوعا ما عن الساكنة أو عن أي دائرة ديال الخطر اللي تقدر تهدد الحياة ديال الناس. هاد الألغام طبيعة الحال فيهم الألغام اللي كانوا من عهد ديال حرب الصحراء المغربية، ومن المعروف عند الساكنة ديال الأقاليم الجنوبية في أنهم يعني في بعض الأحيان كانوا كيصادفوا هاد النوع من الألغام، وكانت هناك حوادث اللي وقعت لعند الناس أنهم اصطدموا مع هذه الألغام من المخلفات ديال حرب الصحراء. ومن المعروف أيضا على أن الألغام وخا تمر عليها السنوات ومدة طويلة جدا كتكون عرضة للخطر وعرضة للتفجير ولي لا قدر الله أنها تصيب الناس بالهلاك والموت. فالمصالح الخاصة ديال القوات المسلحة الملكية كتقوم جمع ديال هذه الألغام، كتقوم أيضا جمع الألغام اللي سال العمر الافتراضي ديالها، وكتاخذها واحد المنطقة خارج دائرة الخطر كما قلنا، وكتقوم بالتفجير ديالها. وبطبيعة الحال هذا الأمر تم اليوم بتنسيق مع بعثات المينورسو، وكيتم هذا الأمر بشكل دوري. راه ترجعوا للتقارير ديال الأمم المتحدة أو بعثات المينورسو غادي تلقاو التعاون ما بين القوات المسلحة الملكية وبعثات المينورسو في تحييد هذه الألغام وجمع هذه الألغام وتفجيرها في منطقة معينة. فهذا الأمر وقع اليوم يعني قرب مدينة السمارة. الناس ديال السمارة شافوا هذه القضية ديال تفجير هذه الألغام، قال لك يا سيدي خرجوا مرتزقة البوليزاري وها نحن نقصف السمارة. هادشي رجع بيا الذاكرة بعد عملية القرقالات الناجحة والاحترافية اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية. نهار خرجوا علينا بعض الكراكيز وبعض الدمى اللي كيقولوا ساعات قليلة وندخل السمارة. هذا الكلام مر عليه 8 أشهر الآن، كنا ديجا دوينا على هادشي في الفيديوهات. الآن قال لك يا سيدي نقصف السمارة، يا قلتوا دخلتوا ليها فأين أنتم؟ ياك دخلتوا للسمارة مشينا سيدي للسمارة ما لقيناكمش، أين أنتم؟ علاش دابا كتروجوا الإشاعات أنكم تقصفون السمارة؟ يعني عين المنطق لا يوجد لا في بياناتهم ولا في تصريحاتهم ولا في خزعبلاتهم، حتى الأكاديمة كيعرفوش يكذبوا أي شكل من الأشكال. وأصلا بس قربوا المدينة السمارة ستجدون أسود وأبطال يصيبونكم كما أصابوا بن بطوش وكما أصابوا الدال بندير وكما أرسلوا مرتزقتكم إلى الجحيم. فتحية لساكنة السمارة وتحية لأفراد القوات المسلحة الملكية المغربية، فلا تنساقوا لهذه الإشاعات ولا تنساقوا لهذه الخزعبلات. 8 أشهر من البيانات والأقصاف لم يحضروا لنا صورة واحدة عباد الله ولا فيديو واحد يؤكد لنا أو يوثق لنا هذه الأقصاف، فلا تنجروا وراء خزعبلات مرتزقة البوليزاري. الأمر كما قلت لكم هو عملية روتينية ما بين القوات المسلحة الملكية وبعثة المينورسو في تفجير الألغام القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.